وعلشان كده يا بسمة احنا بنقول هاشتاج لا للإهانة لا للإهانة على تويتر. وانا بطلب من كل الشخصيات العامة، فنانين، ممثلين، مخرجين، لعيبة كورة، وزراء، مخرجين، صحفيين، رئيس الجمهورية كمان، كل رموز الدولة، الحكومة، محدش ينحد، لان ده جبن، ده مش اخلاق، لا للإهانة. انا شخصية عامة يبقى التمن ان انا اتبهدل واتشتم؟ لا، مش هنقبل ده. ولا عشان واحد فيه في نفسه هوا ما يبتدي يقل ادبه ويشتم؟ مرضى في نفوسهم مرض. انضموا لحملتنا لا للإهانة، لا للإهانة. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.